أؤكد على أن تكون هناك توصية بالنسبة للمكتب الاستثنائي باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن العدوان التركي على سوريا واحتلال أرضها بالقوة عدوان غير مبرر، وعلينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد ضد هذا العدوان الذي يغير هوية سوريا العربية التي عانت من ويلات الحرب والإرهاب سنين طويلة تشرد فيها الشعب السوري. وأيضا نؤكد على أننا في خندق واحد وصف واحد مع سوريا الشقيقة. بالنسبة لفلسطين أيضا علينا أن نقف بجوار فلسطين وبجانب فلسطين وأن نكون على قلب رجل واحد من أجل أن نرفض صفقة القرن، وكما قال النقيب في الافتتاح اليوم أنها ليست سوريا فقط ولا فلسطين فقط، بل الأمة العربية كلها يريدون استهداف هويتها واستهداف أوطاننا دون مبرر أو أي عرف من أعراف القانون الدولي، إنه انتهاك للقانون الدولي جهارا نهارا دون مبرر واحد. فعلينا جميعا أن نكون فعلا على قلب رجل واحد من أجل سوريا ومن أجل فلسطين ومن أجل العراق ومن أجل السودان الحبيب، السودان الذي يعاني أيضا من التقسيم ومما هو فيه الآن، وشعب السودان هو شعب من الشعوب العربية الأبية التي نحترمها جميعا ونؤكد على هويتها وعروبتها. وأيضا كل الشعوب العربية نحن جميعا لابد وأن يقف اتحاد المحامين العرب خلف هذه الشعوب حتى نستطيع أن نفي بعهودنا إليهم. وأنني أقول كلمة يعني مختصرة لأن أعتقد أن الكلام كان كثيرا، وبالتالي أقول سوريا عانقت بين جفونك الأزهار، ورأيت ليل العمر فيك نهارا، ولطالما سلك الفؤاد مدائنك وبقيت وحدك قبلة ومزارا. كم كنت يا سوريا أطياف المنى أسوارا، وظللت أسكب من رحيقك أدمعي حتى عدت بين الورى أنهارا. يا سوريا مائك للوجوه هداية عاشت على درب السنين منارا، يا سوريا فيك الحياة خلودها كل الورى يغني وأنت الباقية، في ظل ثغرك تبتسم عمرنا وبقيت دوما واحة العشاق، وعلى ضفافك أمنيات عزبة وبريق عمر لاح في الأعماق، همنا عليك وفي الجوانح خمرة عصفت بها يوما شراع الساقي، ورأيت دمع النيل يجري في أسى ودنا إلي وقال أنت الجاني، علمتكم أن الحياة وديعة فالحق عمر والضلال ثواني، والناس ترحل كل يوم إنما سيظل كل الخلد للأوطان، عشتم لأوطانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.